السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم بنشرة جديدة من اخبار الكرة العراقية. البداية مع اخبار المنتخبات العراقية، حيث حقق المنتخب الاولمبي العراقي فوزا مهما على الارتم بهدف وحيد في المباراة الودية التي جرت في مدينة الزرقاء في اطار استعدادات المنتخبين لتصفيات اسيا الاولمبية. شهدت المباراة طرد المدرب الاولمبي العراقي عبد الغني شهد على خلفية اعتراضي على ركلة جزاء احتسبها الحكم للمنتخب الاردني، التصدى لها الحارس احمد باسم لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني تمكن اللاعب عجبار كريم من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة لتنتهي المباراة بفوز العراق بهذا الهدف. ضمن استعدادات لتصفية آسيا التي ستنطلق في 19 من يوليو تموز الجاري، يذكر أن العراق يلعب ضمن المجموعة التي تضم السعودية والبحرين وأفغانستان. وفي أخبار المحترفين، حقق فريق أوسترسوند السويدي نصرا تاريخيا للنادي وللدور السويدي بعدما تغلب على كبير تركيا غلطة سراي في الدور الثاني من التصفيات التأهيلية لدور المجموعات من الدور الأوروبي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء. النادي السويدي الذي يقوده متوسط ميدان منتخبنا العراقي بروا نوري سجل الهدفين بواسطة كل من سامان قدوس وهبكوت. القائد بروا نوري اشترك اساسيا طوال اللقاء مقدما مباراة كبيرة سيحتفظ بها في سجلات ذاكرته هو وزملائه بعد تحقيقهم الفوز التاريخي في سجل النادي الحديث التأسيس. وصف الاعلام التركي اللاعب العراقي بالطباخ الماهر في تقديم الطعام الجيد، وذلك لان الاتراك مشهورين بالطعام. وصرح بروا نوري بعد المباراة قائلا: على الرغم ان كل التوقعات لم تكن لصالحنا، الا انني لم اتفاجأ لنتيجة المباراة، لانني منذ قدومي لهذا النادي كنا نعمل يوميا ونعد لهكذا مباريات، كما انني سعيد بالمستوى الذي قدمته بالمباراة وفخور جدا بالمستوى العام الذي قدمه زملائي. ادينا اداء جيدا كفريق، اكملنا مباراة الذهاب بنجاح، لذا علينا حسمها في الايام قبل ان نحتفل. توصل لاعب منتخبنا الوطني العراقي احمد ياسين الى اتفاق مع فريق هاكان والمنتمي لدورة السويدي الممتاز لتمثيل الفريق بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم، منتقلا من غريم فريق اياك ستوكهولم السويدي. هاكان الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري هذا الموسم بعشرين نقطة وفارق قليل عن المراكز المتقدمة، حيث يعتبر من الفرق الجيدة على مستوى السويد ويطمح بتعزيز صفوفه هذا الصيف لتحقيق مركز جيد. حددت وزارة الشباب والرياضة يوم 22 من تموز الحالي موعد الافتتاح ملعب ميسان الأولمبي الذي يتسع ل 25,000 متفرد. مباراة الافتتاح ستكون بين ناديي الزوراء ونفط الميسان الساعة 9 مساءً.